السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد قناة كيما قلت. اليوم راح نتكلم عن آلة الجمات هذه، لأن تفاجأت إن ما عندي أي مقطع سابق عنها وما عندي أي شيء أتكلم عنها من قبل. فقبل لا نبدأ عن آلة الجمات هذه، كل أبغى منك تكون عندك الجمات الكبار حقاتك 3 جي. طبعا أنا بزوم هنا عن المكان هذا، المكان الجمات تكون الجمة الكبيرة 3 نجوم لازم، يعني ما يهم كم رانكة بيكون. وعندك الجمات الصغيرة تكون أهم شيء إنها في ليفل واحد تكون نجمتين، ممتاز، عشان لما توصل ليفل 15 يكون عندك 3 بفات، سواء كانت في مكان صح مكان غلط مو مهم. تمام، هنا يجي دور الآلة هذه. الآلة هذه فيها فائدة مرة كبيرة. طبعا هنا احنا أول ما نخش هنا على الآلة هذه، تمام، انا ما راح اجن جماتي، لكن خلونا نيجي عندي جمه هنا. تمام، عندي هذا الجمه ليفل، طبعا انت اذا اخترت جمه تضغط عليها اكس يجيك هنا تنطق على الجهه اليسار. زي ما تشوفون الحين عندي، الحين قاعد ياشر الخواص، قاعد تاشر الحين بالضبط زي ما تشوفون. الحين الجمه عندي مثلا والله ما هي خواصها بشكل مطلوب، لكن جت البفات توزيع صحيح، يعني جت حبتين على الماجيك وحبه جت على الماكسيمم هيلث. احنا انت تقولون والله الماكسيمم هيلث خاصيه مو بزينه وزي كذا، حلوين. هنا يجي فائده الاله هذه. الاله هذه خلونا الحين نتكلم عن الاشياء اللي فيها اول، بعدين نتكلم عن شان تغيير خواص كذا. عندك تحت طبعا هنا قمت اشياء هذه، خلينا نطلع منها نختار شيء من جديد. لا دقيقه، لان انت اذا طلعت دائره على طول تفك من كل من هنا، فهنا يجي من هنا يجي هنا نختار. طيب نيجي تحت، كاتبين هنا تحت اصلا امبروف ستات. تمام، عندك 3 قطع هذه. تمام، عندك القطعه هذه الاولى، القطعه الاولى هذه، كل قطعه 3 ذولي هذه ترفع النسبه المئويه للجمه. يعني الحين اخترت واحده من ذولي وجيت خلينا نقول والله النسبه، خلينا نقول الجمه هذه افتراضا حطيت عليها اكس، اضغط عليها مثلث يزود. شوف هي كانت 48 زادت لي نقطتين في النسبه المئويه، برضو هذه تزيد النسبة المئوية لكنها تزيد أعلى. تمام، شوف الحين زدت أقل لأن هذه مو ثابتة، لأن هم قد لعبوا فيها قبل، لأن كان أول قبل كان زود ذي 2 اللي قبلها، وكان زود ذي زود حوالي 4 وزي كذا، بس الحين صار في خلل، بس عموما كلها تزود. زين، وعندك الأخيرة هذه، طبعا ما عندي منها لأنها مكلفة في صناعتها أو في تسويق إنك تسويها يعني. تمام، وعندك الأخيرة هذه 2 الأخيرات ذولي، هذه تغير خواص حق الجمه. يعني اختار هنا مثلا هذه، اضغط عليها بهذه راح تغير خاصيه. شوف الحين بضغط عليها مثلث، اي طريقة الحين، شوف الحين طريقة، حلو الحين طريقة، لكن جاني الشيء اللي انا ابغاه اللي هو كريتيكال دامج، عشان نخلي الجمه تتحول الى بيرفكت، تكون جمه مثاليه. تمام، عندك هنا هذا برضه، تمام، هذا الثاني، هذا يغير اماكن البفات. شفت البف هذا النقطة اللي فوق تجي، شفت الحين الخاصية هذه فوق مصح في نقطة الحين، واللي فوق الحين هذه، دقيقة خليني اجي هنا، شفت الحين هذه، شفت هذه الحين هذه عليها نقطتين، انا اسمي النقطة هذه اسميها بف. زين، اللي هي تعطيك زي البونس في الخاصية نفسها، ممتاز. انا اقدر مثلا والله انا جبت الحاكة هذه، زين، وخلينا نقول عندي بفه هنا والله انها ما ابغاها هنا مثلا، ما ابغاها مثلا فوق او مثلا تحت. تمام، طبعا موضوع انتقالها راح يكون انتقال عشوائي، يعني ما راح تضمن والله تجي فوق، فممكن تقعد تبدل اكثر مره لين تجي في المكان اللي انت بيه. تمام، انا شرحت في مقطع راح يجي بعد هذا ان شاء الله عن انواع الجمات وخواصها وكذا واشياء هذه. مهم كثير انك لما تختار الجمة الكبيرة تختار الجمة الكبيرة وتختار لها نوع معين تناسب شخصيتك. طبعا المقطع الجديد ان شاء الله، المقطع اللي بعد هذا راح يكون يشرح عن نوع الجمات وكذا، ويمكن بعد ننزل بيلد حق شخصية الجان حقتي، عشان تشوفون انتم وش الشيء اللي يناسب زي كذا. تمام، او وش الاشياء اللي ينفع شخصية، كيف تقوي الشخصية نفسها زي كذا. فالجمات، نوع الجمه يعني مسمى الجمه، شوف الحين عندي هنا على اليمين بفصلهم، ان في جمات تجي هجوميه وفي جمات تجي دفاعيه. فما يصلح تركب جمه دفاعيه على 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 شخصيه هجوميه زي الجان، ما ينفع تركب له جمات دفاعيه، لازم تركب لها كلها جمتها هجوميه، لازم انواع معينه
من الجمات الهجومية عشان تخلي الدمج الشخصية مرة قوي أو سريع أو شيء زي كذا، تمام؟ فأنت هنا إذا اخترت الجمة الكبيرة تختار نوع مناسب. طبعاً ما تقدر تركب نوع يعني حبتين من نفس النوع، يعني حبتين من نفس الاسم، لازم ذي اسم وذي اسم، تمام؟ اللي هنا الحين عندك عند الجمة الحين هذه، خلينا نقول عند القطعة هذه هذا بتغير مكان البفات. شوف الحين بقض عليها، بقض عليها مثلث زين. شوف انت انتقل بف تحت، اروح انا تحت اقض عليه مثلث ثاني. شوف الحين جاء فوق، شفت كيف الحين هو انتقل من نقلت الاولى وبعدين راح عند كثكل هيت، بعدين نقلت من كثكل هيت راح لم الماجيك دامج. ممتاز كذا انه جاء. خلينا نقول كذا راح يكون انت لاحظت، انت لو تدققوا مقطع ترجعون مقطع شوي بتناظر انه كانت قبل كم، ويوم انتقل لها الباف كم صارت، تمام؟ الباف يعطي زيادة مرة قوية في نفس الخاصية، تمام؟ فالشيء هذا مرة مهم. حتى كتكال دامج لازم يكون في باف عشان يكون مرة كويس. ممتاز. الحين خلونا الحين نتكلم عن كيف نقدر نجيب الاشياء هذه كلها، هذول اللي تحت كيف نقدر نجيبهم، تمام؟ طيب عشان نجيب القطع هذه تجي هنا عند الادفنجر كرافتنج بنش، تمام؟ تخش عليها تنزل تحت اخر شيء بيطلع لك هنا. شفت هذه عندك، هذه الصغيره وهذه الاكبر منها بشوي، وهذه طبعا انا انصحك انك بس تسوي هذه مع ان ذي مكلفه شوي، يعني عشان تجيب الهارت اوف داركنس. الهارت اوف داركنس يجي من صناديق الشادو، الشادو كاشي اللي هي هذه، تمام؟ هذه تجيك اذا انت قتلت الحوش كبار في الشادو تاور، تمام؟ واستبدلت الشادو فراجمنت عشان تجيب صندوق، او اذا هزمت بوس وفتحت الصندوق حقه راح يعطيك صناديق، تمام؟ راح احط لكم شرح فوق. طيب شط علامة تعجب بعد شوي هنا كيف تجيبون الاشياء هذه، كيف تجيبون الصندوق ذا، تمام؟ نرجع هنا نكمل. هنا عندك هنا عندك الاولى اللي هي الباوند، هذه اشكاليتها انها ما تطلع الا من الكتاب هذا. شوف الكتاب هذا هي الطريقه الوحيده انكم تجيبون الباوند هذا، والباوند هذا الكتاب هذا ما يعطيكم الا 5 حبات اسبوعيا. فعندك الدست حق الجمات اللي هي الحمراء والزرقاء والصفراء هذه، تمام؟ هذه كلها تجيب جمات، نفس الجمات اللي هي هذه. شوفون هذه زي كذا تجيبها تحطها في آلة اللوت وتكسرها، تمام؟ تحطها في الآلة هذه زين، آلة اللوت وتكسرها في آلة اللوت. ممتاز. إذا كسرتها تتحول لك دست، فهو طالب منك في هذه هنا طالب منك 3000 من كل حب، من 3000 حبة، 3000 دست من كل نوع، تمام؟ وحبة واحدة من الباند. طبعا الكتاب يعطيك 5 حبات، فتقدر تصنع منها هذه، تقدر تصنع منها حوالي 5 حبات يعني اسبوعيا يعني تقدر، تمام؟ او انك جمع يعني انت الحين جمع اشتغل على الجمات حقك، جيب جمات وزي كذا، خل موضوع التطوير نسبه بعدين، جمع زي كذا، خلص جماتك، نق جماتك الزينه منهم اللي انت تبغاهم، بعدين تعال تفهم موضوع النسبه المئويه عشان تدفع النسبه المئويه، ترفع النسبة المئوية عن طريق الأشياء هذه، تمام؟ هذا ما أنصح تسويه أبد لأنه مكلف، لأنه أول شيء ياكل 3 حبات من التيتن سول، تقدر أنت تستخدم صندوق وتبيع أفود لك يعني. الدايموند دراجونايت هذا شيء مرة مهم، هذا أجمع منه إن شاء الله بعدين بينزلون تنين، أتوقع بينزلون تنين حق الجمات الجديدة، فأنصح تجمع منه، تمام؟ ونفس الحالة عندك بوني يبيك حبة واحدة، تمام؟ عشان تصنع من هذا، فهذا لا تسويه، انسى الشيء هذا، الخير هذا لا تسويه، وحتى زيادة النسبة فيه مرة قليلة، يعني ما يستاهل على التكلفة اللي انت بتسويها يعني قصدي. فعندك هذا وعندك هذا، تمام؟ هذا إذا تخط صديق زين، افتح صندوق حق شادو كاشي، افتحه راح يطلع، إذا كان حظك كويس بيطلع لك الهارت اوف داركنس هذا. فاصنع انت من هنا، اصنع انت هنا واصنع هنا، تمام؟ اذا ما خلص مش صناديق وما يعني خلينا نقول ما عندك تطلع صناديق ثانيه زين، عندك هذا، تمام؟ وزي كذا عندك يوم الاثنين تستغل عشان تطلع صناديق اكبر، صناديق عدد ممكن من الصناديق، وخصوصا لو كان معك يعني باتون بحيث يعطيك صناديق اكثر
اذا قتلت البوس او وانت قتلت الوحوش تجمع نقاط بسرعه يعني فهمت، يساعدك مره كثير. فعندك الاثنين ذولي يعني مره مهمين. نجي هنا عند هذه اللي تغير الخواص. انا وقت قبل انك كيف تغير الخواص هذه. اللونا سول هذا تجيبه انت اذا هزمت البوس حق الشادو تاور اللي هو هنا. ندخل اطلس زين. اطلس هنا، هذا هو الشادو تاور اللي فيه الالترا والمو والنوما والهارد اللي فيه البوسات اللي يجون بالتدريج. في هنا شوف هاي بوابة حق شوف بواباتهم اللي هنا تمام. انت العب الالترا افرض اذا كان يعني بورانكك يعني فلاش اضافة زيادة العب الالترا وشوف ناس يخلصوا لك الالترا هاي السادسة او الخامسة عموما خلصها كلها. وبعد ما تسلم بعد ما البوس يموت افتح صندوق تمام عشان يجي لك اللي هو اللون سول. ممتاز نرجع هنا خلينا نكمل هنا. حلوين البندق هذه البندق داركنس هذه مشكلتها انها قليله تمام. ولك اذا بغيت تصنع هذا اللي هو غير الخواص يكلفك 4 حبات بندق وثلاث حبات لون سول تمام. فعندك البندق هذا يجي من الصندوق هذا طبعا. في ناس يقولون وانت تقتل في شدة تو يطلع لك تمام. انا ما ادري عن الحركه هذه لكن الحركه عندي الاضمن ان تطلع ستور طبعا بعد ما تجمع نقاط زين تروح عند حق الجيمات. شفتون هذا صندوق اللي اسمه الجيم بوستر بوكس. افتح فيه بالنقاط حقتك ذي اللي فوق اللي هي الذهبيه حق الديلي. افتح منها عشان او جمع منها عشان تشتري منها شيء ذا بعدين تفتح وراح يطلع لك البندق راح يعطيك حبه حبتين ثلاث حبات انت وحظك يعني تمام. اذا والاي هذه العيون هذه اذا قتلت وحوش اذا تلقاها في الستور تلقاها في المكتب بيس مو رخيصه. كان يكتب اي اللي هي EYE. شوفوا اسعارها يعني ترى مو رخيصه ثلاثه يمكن تلقونها احيانا اقل وزي كذا. فتشتري كميه كبيره وخلها عندك يعني حتى ان في وحوش يعني يطيحوا لك من السماء في العوالم اذا قتلتهم برضو يعطونك. وحتى عندك بعد زياده اللي هو صندوق الشادو تاور نفسه هذا اذا فتحته برضو يعطيك عيون يعني اللي هو الصندوق هذا. دقيقه اللي هو الصندوق هذا اذا فتحت راح يعطيك عيون او يعطيك نبته بعد زياده اللي حق تغيير هذا اللي تساعدك يعني هذا شيء ثاني حق تغيير خواص اسلحه وزي كذا. لكن ان هذيك برضو صندوق ذاك يعطيك العيون برضو. فهو معطاني الحين المشكله ما عندي منه كميه بكم فتحت لكم يعني. فاذا جبت المتطلبات هذه صنعتها عشان تصنع هذا اللي هو يغير اماكن البفات يحتاج حبتين من هذا. يعني الموضوع ترى مكلف شوي مزعج يعني في تكلفه كذا اذا عشان تغير الخواص حق الجمات او تغير البفات. صح قلق شوي لكن صح انك بتطور في انك تغير خواص الجمع اللي تخليها بيرفكت لكن بتحطها على شيء اللي انت بيه. هذا ازمه في الموضوع. فعشان تصنع الشيء هذا اللي هو حق تغيير اماكن البفات تحتاج هذا تصنع منها حبتين عشان تصنع حبه من هذا تمام. فبس يعني هذا هو طريقه يعني عندك اثل جمات هذه مره مهمه انها تحولك الجمع من عاديه. يعني اهم شيء زي ما قلنا تكون الجمة كبار 3 نجوم وجمات صغيرة تكون نجمتين. فمهم مرة الآلة هذا عشان تخليك الجمات بشكل مرة كويس. ان شاء الله راح يكون في مقطع بعد هذا زين يشرح لك انواع الجمات تفاصيلها يعني واسم الجمة وش الخواص اللي هي تسويها وزي كذا. فشوف المقطع هذا وشوف المقطع بعد ان شاء الله اللي هو بينزل بكرة تمام. ان شاء الله راح يكون بعده في مقطع عن يمكن انزل البلد حق شخصيتي حق شخصية الجن. فعشان تشوف يعني كيف تبني الشخصية كذا لو يعني تبي شخصية جن كويسة يعني إذا همك بس تخلص الالتر السادسة يعني بقوة مرة كويسة تمام. فيعطيكم ألف عافية على المتابعة. اللي ما اشتك فخصية تنبيه. ونشوفكم إن شاء الله في مقطع جديد. واللي عنده أي اقتراح أو عنده أي شرح معين يعني يبغى نتكلم عنه أو شيء يكتب لي في التعليقات وإن شاء الله أنا حشوفه وحنزل مقطع عنه بإذن الله. فنشوفكم إن شاء الله في مقطع جديد. سلام.